الله الرحمن الرحيم. اسم شفيق ادريس، الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل لقطاع التجار الاسواق الاسبوعيه بالمغرب. بالنسبه لهؤلاء الناس، درنا وقفات احتجاجيه امام سوق اللويزيه بمعنى قدام الجامع. من بعدها ما بغى حتى واحد يستجب لنا، التحقنا دابا بمقر العمل، لان الحاله المزريه اللي وصل لها الان التاجر اللي كانت عنده واحد القيمه واحد المكانه اصبح الان مهمش ويطالب بلقمه العيش. واش ما كاينش اكثر من الانسان ولا كيقول اعطيوني لقمه العيش؟ واش ما كاينش اكثر من الانسان الدل حتى لهاد الدرجه؟ راه اللي عنده مسكين في جيبه راه نفقه خسرو، يكفي انه باع حوايجو خسر راس ماله، كاين اللي باع طوموبيلته، كاين اللي وقع عليه مشاكل كثيره مسكين باش كياكل وليداتو. واش ما بقاش فيكم الدرويش اللي ولا هاز خبزه وكيطالب باش بحوار باش تعطيني بلاصه فين نبيع ونشري؟ سعادة العميل ديال عمالة المحمدية، نحن نطلب منك ان تفتح معنا حوار جاد ومسؤول. هؤلاء الناس راه تمشت، راه تقتلت، راه رزقها مشى ليها، راه مابقى عندهم ما ينفقوا، بنادم راه مقتول بارك عليه. فتحوا مع هاد الناس باب ديال الحوار ويكون جاد ومسؤول. باغيين غير السوق ديالهم اللي هو معلامه كانوا كيبيعوا ويشريوا فيه، باغيين يرجعوا يبيعوا ويشريوا. وفي حالة اذا كانت المساله عندها قرار بالمنع ديالكم من هذه المساله قانوني، عطيوه من البديل. لا نطلب الا المسائل اللي هي مشروعه ومعقوله. لحد الان ما كاين حتى شي قرار، قرار المنع ككاتب عام واش طلعت على القرار؟ لا ما كاينش، بطبيعه الحال ما كاينش شي قرار، ما كاينش قرار المنع وما اطلعناش عليه، لان بطبيعه الحال حنا كمكتب نقابي اللي كان مثلنا في شخص الكاتب العام، بطبيعه الحال ما خاصهم يعطيونا الورقه يقول لك دير هذا باب الحوار راه كاين كاين، راه حنا هذه المساله راه مسدود السوق، ها القرار كيتقبل الكلام، هذا كلام زوين طيب مقبول، ولكن باش ما تعطيني حتى قرار وتهمشني بالطريقه والناس كتموت بالجوع وما توقفش معاهم، هادشي راه حرام وماشي معقول. الان احنا وقفنا امام مقر باب العمل. لا كنا طبيعه الحال جينا المره الاولى وضعت الورقه ديالي على اساس انني ككاتب عام لطلب لقاء مع سعاده العميل، ما تفاجات بعدم الجواب، قلنا ما كاين باس دون مع الاداره ديال النقابه في شخص الامانه العامه، صيفطت كذلك رساله لطلب لقاء مع السيد العميل، كذلك ما كايناش استجابه، فاضطرينا اننا غادي نوقفوا بوقفه احتجاجيه اللي الان كتشوفوها امامكم باش يفتحوا معنا باب ديال الحوار ومسؤول وجاد. راني كنعاود نقولها وكنعاود نقولها وكنعاود نقولها، الناس راه تقهرت، الناس راه تظلمت، الناس راه توعتت في جيبها، راه ما كاينش اكثر من انسان كيهز خبزه، راه بقى لي غير كلمه الله هي اللي بقات، غيوقف قدام فيروجه تبدا يقول الله، هادشي اللي بقى. الناس راه مقهوره، الناس راه مظلومه بزاف. هادشي الله يجزيك بخير سياده الامين، الى ما فتح باب ديال الحوار ويكون مسؤول وجاد فوجه هؤلاء الناس نسترجع حقيا من مسلوب. انا كنقولها وكنعاود نقولها، ما كايناش ورقه اللي كتبت بان السوق ديال الويزيه ممنوع قانوني. حنا لحد الان باقي ما اتخذنا حتى شي مساله، ولكن الا ما بغاوش يستجبوا لنا في الحوار راه حنا صامدون امام مقر على ما الى ان نستجيب باذن الله.